عنده أمل بعد جبران باسيل أنه يرجع يصير هو أمر واقع وخيار وحيد بالنسبة لهم على الطاولة؟ هذا أمر مستحيل. مستحيل مسيحيا، مستحيل سنيا، مستحيل نصف شيعيا الرئيس بري، وأنا على كفالتي مستحيل حزب اللهيا ومستحيل درزيا. هذا أمر مش هون، بس أنا بدي أطلع من هاي القصة لأربطها بشغلة ثانية. بيّن عند المسيحيين أنه صار رجعت الخيارات الأخرى اللي كنا نحكي فيها قدام الحرب، وإن كان بيعطوها أسماء تانية استفادة، أو إذا ما انحلت القصة الرئاسية مثل الفيدرالية مثل كل هو، حتى أحيانا البعض حكي بالتقسيم. وكل ما عم تتعقد المشكلة، يعني ترشيح الرئيس الفرنجي عم يعلى هذا الكلام. حزب الله لأنه القوي الثنائية الشيعية، ولأنه في مسلمين سنة كمان معه، وإجمالا كل المسلمين اللي كانوا جزء من 14 أذار ما عادوا مع 14 أذار، صاروا بمحل آخر، صاروا خايفين من المسيحيين، مثل رجعنا للقصة القديمة. إذا الفريق المسيحي صار عم بيحكي مش بس عم بنيته أنه أنا مستقبل لبنان برأيي لنعيش فيه مرتاحين لازم يكون هيك، شو بيعرفني أنا إذا ما كان حزب الله كمان يستبطن عنده بحضر انه اذا طيب اذا ما مشيت الامور انا بالمستقبل شو بدي اعمل؟ عندي كل هالقوه، اذا تغيرت الاوضاع في المنطقه وايران تعبت كذا شو بعمل؟ لذلك اذا ما انتخبنا رئيس، وبعدين اذا راح رياض سلامه وراح يروح لازم يروح وما جبنا كذا، في 7-10 مقاعد موارنه مسيحيين بالفئة الأولى، هيدي رح تشغر بال24 في كذا مركز عسكري وأمني ماروني أو مسيحي بشكل عام كمان رح يفرغوا. طيب شو بتعملي ساعتها؟ بتكوني صرتي أمام أمر واقع جديد. لما وبهي جو التشنج بيجي حزب الله بيقلك أنا عندي حل لهالموضوع، لأنه ما فيك تغير النظام بشكل بده إياه مرة واحدة. شو بيكون الحل؟ بيقول مثلا خلينا نجي للموضوع العسكري، انتوا اخذين مصرف لبنان وقيادة الجيش، خذوا مصرف لبنان خلوه معكم، خلونا نعمل حل، يا مناخد قيادة الجيش يا اما بنعمل طريقة حضرية اكثر، بنعمل هيئة اركان بالجيش مثل ما في بالدول العالم الاول، ومنقول رئيس هيئة الاركان ويكون شيعيا. هلا في حكي اخر بيقول انه خلينا نعمل الألوية العسكرية، هاي الألوية لأنه في مشكلة سلاح حزب الله وجيشه شو بنعمل فيه، البحر والبر والجو وكل هاو، وفي لواء القوة الصاروخية، ساعتها بيكون في قادة هذه الألوية قائد لواء القوة الصاروخية بيكون شيعي، بعدين قائد رئيس هيئة الأركان المشتركة بيكون مداورة. فبيكون شو عمل بالدرجة الأولى؟ هذه القوة العسكرية بقيت تحت إشرافه بإطار الجيش، وبنفس الوقت بيطلع له أنه يعمل رئيس هيئة أركان بالمداورة. يعني أنا كل هالحكي هذا مش لأنه أنا بحب فهم العالم أني أنا بركض وبسعى وبحلل وبجرب شوف وأعرف، لأنه ما هي آخر شغلة، نحن ما بقى فينا نتحمل شيء تاني، لا حرب أهلية تاني ولا حرب مع السوريين تاني ولا حرب مع الفلسطينيين تاني ولا حرب بين بعضنا، وخصوصا المسيحيين اللي قاعدين بتشدقوا كل يوم بكلام إله أول ما قالوا تاني، مش هجمهم يعني السيادية، أوكي نحن مع السيادية مع حرية الأديان مع الدولة المدنية، بس إنه في شيء صاروا كل الزعامات من كل الطوائف كل واحد عم بيفتش على مصلحته. بقاء الحالي بهيك هذه المنظومة اللي متخاصمين زعماء بالظاهر هن كلهم متوافقين على أن لا تقوم في لبنان دولة حقيقية ونظام مدني حقيقي وقضاء حقيقي وقوى أمن حقيقية وعلاقات سليمة وحقيقية مع سوريا مع السعودية مع إيران مع كل العالم. أنا انتهى وقتي، كان موضوع أمريكا وزيارتك لأمريكا بحلقة تانية، وعلى كل حال
بلشت كتابة سلسلة مقالاتك الناتجة عن هيدي الجولة. بس لحتى لي أختم نرجع هيك شوي نعمل بريفينج ونركز على نقطة الرئاسة تحديدا بهذا الأمر. إذن ترى أنه بعيدة رئاسة الجمهورية عن أنها تنحل هلأ بالقريب العاجل. صعب صعب صعب. بعدين مرشحين للرئاسة، شو بدي بالمرشحين السياسيين؟ لأنه هلأ صاروا كتار اللي بيعتبروا أنه فرصهم كبرت، اللي هن أو اقتصاديين أو موظفين كبار برا أو محامين برا وكله. هودي ممكن، يعني أنا ما عندي اعتراض من حيث المبدأ، يعني أنا بحياتي لا مشيت ورا زعيم ولا مشيت ورا حزب، ولكن يجب أن يعرفوا أنه الكشتبنجية بهاي الاتصالات اللي عم يعملوها ما بتمشي. انت بتعرف انه بده ينتخبك لتطلع الثنائي الشيعي، وبده ينتخبوك المسيحيه، بتنقي التيار الوطني، بتنقي بدك تكون صادق وصريح. اذا رحت عملت اتصال بسوريا وعملت مقابله اتصال بسمير جعجع القوات اللبنانيه وغيرك نفس الموضوع او بالحزب، بتكون تكونوا صادقين مع الناس، والا بتكونوا عم بتمارسوا نفس الاساليب القديمه اللي وصلتنا للحاله اللي احنا فيها، عم بيروحوا وعم بيجوا وعم بيحكوا عن كذا وبيرجعوا بينفوا بالاخر.